أعمال بس نسمعها نتذكر على طول الأحداث اللي صارت فيها، لأن أعمال رسخت في أذهان من شاهدها. أبو هباش، سوق المقاصيص، سر الحياة، جرح الزمن، فريج صويلح، حبل المودة، ماي عيني، العافور. يمكن أعمال كثيرة ما بين المسرح والتلفزيون. وأحمد السلمان موجود معانا، مسي عليك بالخير أبو فهد. مساكم الله بالخير، مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. حياك الله ونورتنا. يمكن احداث هذه المسلسلات قاعد تطبق بواقعنا حاليا، قاعد نشوفها حاليا بالواقع، يعني ايش اشياء قديمه لكن تكرر في الواقع. ايش كثر كان عندكم بعد نظر بمشاركتكم بهذه الاعمال؟ والله يعني الاعمال هذه كلها طبعا تصير من الواقع، والحياه مسرح واحنا فيها كلنا، انت ممثله وكلنا وياها لما يبي من ابوه شيء، يعني والكتاب عايشين الاحداث هذه، يعني يحط عليها شوية بهارات، يحط كذا، لكن كلها أحداث واقعية، جسد الواقع، جسد الواقع. بنسولف معاك وبنتحاور أبو فهد، ولكن عندنا تقرير صغيرون، نشوف التقرير هذا ونرجع لكم تالي. طبعا تقريرنا بلشنا فيه بالبدايات، ليه وصلنا للحين؟ يمكن بآخر فقرة كان معنا الفنان عبد الحسين عبد الرضا بهذا المقطع الوريث صراحة، اللي هو يمكن من أكثر الناس يوجه لهم تحية من كثر خفة دمه. شلون قدرت توقف قدام هذا الإنسان وما يعني وما تضحك كل الوقت؟ طبعا أنا كنت وأنا صغير مثل ما قلت بالتقرير أتمنى أني أوقف قدام الفنان القدير عمي عبد الحسين عبد الرضا، يعني وهذا حلم يمكن كل فنان من جيلي، يعني وطلعوا الشباب اللي قاعد نشوفهم الحين كلهم من مسرح مثل داوود، انتصار، طارق، المجموعة اللي قاعد طلعت كلها طبعا تحت المدرسة هذه. فأنا ما أنا كنت المخرج، والدور هذا مو دوري، دور واحد ثاني، بس هذا تأخر ومايا تأخر يعني هذا فشال، فقلنا الحين بندور ممثل ثاني، شي يقول أنت دش. حلو. إيه قلت له انا مخرج، وقال هذا الفصل الثاني وانت خطط المشهد واحنا نسوي، وفعلا هذا كان دقيقه في البدايه يعني. بعد اسبوع 10 ايام وانا راد من الاذاعه قلت هذه فرصه، انا واقف قدام هذه فرصتي عقب ما خلاص استوى العمل يعني. قلت له بزيد عمي، قال يزيد بس دير بالك، وزدنا كل يوم نزيد شويه لما وصل للساعه. حلو المشهد هذا. هذه مثل الاعمال اللي تتطور، خلينا نقول إيه؟ يعني قلت يمكن ابو فهد بعد الاسبوع الاول بدينا، ايوه الحين يمكن ما نشوفها موجوده هذه، نشوف ان التزام بالنص وبعض النصوص تصير حتى جامده. نعم. هل ممكن يكون رئيس فرقه المسرح هو السبب ان لازمهم بهذا الشيء؟ لا طبعا انت تطلع من يعني بالشخصيه من خلال الموضوع، يعني ما تطلع برا الموضوع. صحيح. يعني اذا طلعت برا الموضوع يصير مو حلو. دائما خروج عن النص، دائما انت تشوف المسرحيات مثلا تشوفها بالعيد، لما تتجلس بالعيد، بعد العيد تشوفها عليها بهارات ثانيه، بعد 10 ايام تشوفها غير، بعد شهر تشوفها غير، عيد الاضحى تشوفها مسرحيه ثانيه. هل لان الممثل نفسه يمل يبي يغير؟ طبعا هي الكلام يعني نفس الكلام بيقوله، لا يعني في بهارات شويه تطلع مع الجمهور، مع حس الجمهور. البيت المسكون، إيه؟ مسرح دش يعني في 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 طريقة جديدة. نعم. وفاجئ يمكن الناس، وفي النهاية الناس ما كانت متقبلتها ولكن حبتها تالي. البيت المسكون صار له الحين 20 سنة من 96 لحد الآن. البيت المسكون عمل يعني مثل ما تقول كان يناقش قضايا في 96، وبعدين لما صارت في 2002 كان يناقش قضية 2002، والحين في 2016 يناقش قضية 2016. فعمل يواكب الأحداث، يعني يواكب الأحداث، عمل متجدد، يعني عمل متجدد ومسرحي، نفس العائلة، نفس الديكور، نفس البيت، بس الأحداث تختلف. بس حلو أنه حافظته على نفس هذا التيم يعني. إيه، والمجموعة نفسها يعني مجموعة قاعدة تشتغل، وهذه المسرحية يمكن أكثر مسرحية عرضت في تاريخ الحركة. صحيح. المسرحية صحيح. يعني 20 سنة يعني بالنسبة للكويت دولة فيها مليون مسارح يعني. يمكن عندنا بالكويت شوية. هل أنت راضي عن وضع المسارح بالكويت كرئيس إدارة فرقة المسرح أو كشخص عادي يعني؟ راضي كل الرضا عن مع ان في ناس وايد يعني سوري تغيرت تطورت شويه يتحلطمون يقولون ان احنا ما عندنا مسرح ثابت، ما عندنا مسارح زينه بالكويت، مسارحنا كلها يعني متهالكه، خلينا نقول متهالكه، لا وبمجهود شخصي. صحيح. من الاشخاص، كمسرح الحملي، كمسرح الثقافي الحين، يعني كلها مجهود شخصي من اشخاص. إيه؟ ف
فردك عليهم بهذا الكلام. دار العرض ولا عن العرض المسرحي؟ لا عن دور العرض. دور العرض, دور العرض طبعا الكل يدري ان الكويت يعني فقيره في دور العرض, والحمد لله خلال سنتين الاخيره يعني من 2015 لحد الان صار عندنا دار عرض مسرح بالحسين عبد الرضا في السالميه, وصار عندنا ثلاث دور عرض في الاوبرا. والحين يعني والدولة مهتمة الحين انها تسوي دور عرض. صحيح. والاجتهاد الشخصي هذا من الحملي او من عزيز مسلم انه ياخذ نادي القادسية, هذا كان موجود من يعني من قبل, من اول ما بدت يعني مسرحين ما يكفي تشوف. صحيح. العروض يعني طبعا ما شاء الله الفنانين, وبالذات انه يعني في ابداع بعمل المسرحيات, عرفت الفنانين قاعد يزيدون والدور والافكار قاعده تزيد والعروض قاعده تزيد, والعروض نفسها يعني دار عرض كيفان والدسمة والشامية حق الأطفال. بفهد مثلت أدوار كثيرة ومختلفة. نعم. دور جدي وشرطي وضابط وزير وفقير وفقير, ودور يعني واحد مثلا يسخر من الناس بطريقة, واحد يعني كل أدوار, وتقمصتها بشكل حرفي ومحترف. نعم. شوف يعني الدور أنت لما تيجي تأخذ دور مثلا أنت في خلال فترة كبيرة يعني عرفت, فالادوار تتكرر عندك, فانت لازم تغير خط الشخصيه يعني. بس مو كل كذي قاعد يسوي ترى. نعم. مو كل الممثلين كذي, في بعض الممثلين خلاص ينطبع عليهم انطباع. اي يعني انت لازم تنوع في ادوارك. لازم تنوع, الا تمل اذا بتاخذ كل دور مثلا واحد مجرم. ولا دور يعني لازم تسوي كوميدي يعني مثل الشخصيه هذه انا اللي سويتها. صح. هذه شخصيه واحد في زهايمر. صح. لما يفصل يقول كلام واقعي, يسمع كلمه يقولها بطريقه ثانيه. فلازم تنوع ولازم مثلا تضحي بشكل. شنو الفيل اللي توهكت فيه؟ دام استقبلته شاعر كبير مثل الاستاذ عبد اللطيف البناي ابو ناصر. طبعا انا بديت حياتي في 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 المعهد اول ما توسط لي الله يرحمه الشهيد فايق عبد الجليل الله يرحمه, في اني ادش المعهد اعطوني شعر بدايه اختبار القاء. حلو. شعر حق نزار قباني. أوه. إيه لو اعطى السلطه في وطني لا, وتخرجت من المعهد في اشعار احمد شوقي. جيت عاد في مسلسل ثمن عمري دور ابو عسم. ابو عسم هو لزمه المسلسل, انا ما اقول شيء. فمعاي شاعر اسمه عبد الله البراك, قلت له عبد الله انا ترى احب الاستاذه القديره نوجه لها تحيه حياه الفهد. أيوة. فنبي لزمه, نبي شغله. زين. إيه قال لي واحده اول شيء, قال طبعا ادش عليها ابو عسم ودله وياي بنقصه وياي يعني شغل كوميدي, فاقول لها ورده قبل الله تذبل اشمها. زين. فهي طالعني. وبعدين كان يقول لي واحده ثانيه مين بيدي الدله, لو الـ لو الـ لو الـ لو الغلا فنيان دله وينساك لسقيت انا من شوق قلبي فنادي. صار شاعر. ايوه. فابو عسم قام يقول شعر, بس الاسم ضرب يعني, الاسم ضرب اسم الشخصيه نفسها. فانا حطيت اللزمه هذه والله يعني شاعر طبعا الاستاذ. هذه ابداعات شخصيه يعني. دائما يمكن الممثل لازم يكون له بصمته باي عمل يقدم له, لكن خلينا نشوف بصمتك وين كانت بمسرحيه العافور, وبالذات مع وجود اللزميات والكلام والفن. عفوا مسلسل العافور. إيه؟ مسلسل العافور بوجود استاذنا عبد الحسين عبد الرضا, وبالذات انه مسلسل يعني يعتبر المسلسلات الحديثه. نعم. العافور الشخصيه ما لا يمكن يصير فيها لزمه. يعني شخصية لا يمكن يعني دور وزير تحط لزمة تطيح من هيبة الشخصية يعني. حتى فهات حتى كذا يعني, هذا الخط كان جاد. الخط الثاني اللي عند أستاذنا عبد الحسين لما كان يضحك ويتغشمر وكان يضحك, شلون قدرت تحملها؟ كان لا كان يضحكنا يعني. ترى عاد أبو عدنان معروف بهال يعني بكل أعماله دائما يحاول يعني يضحك الممثلين اللي معاه بطريقه حلوه يعني. انا اليوم الصبح قعدت مع 10 دقائق الصبح يعني. ايه؟ كله ضحك يعني من غير تصوير يعني اسلوبه ما شاء الله يعني اسلوبه والخيال اللي عنده. ايش كنتوا قاعد تتفقون عليه في عمل جديد ان شاء الله؟
لا ما في ولا بس كذا والله بس كذا اكيد مسكين ظهره يعوره عسى الله يشفي الله يشفي ان شاء الله. طبعا سلامته احنا نوجه له تحيه. لكن خلينا نتكلم شويه عن وجودك مع استاذنا عبد الحسين عبد الرضا، شنو اضاف لك هذا الشيء وهل تتمنى بوجود عمل قادم ان شاء الله معه؟ طبعا اتمنى. عبد الحسين اقول لك باختصار مدرسه وانا تلميذ بهالمدرسه، يعني هو مدرسه تواضع ابو عدنان وانا تلميذ في هذه المدرسه، يعني عرفتي الحب في اسطنبول. ايه حب اسطنبول. ايه يقول لك صار في مؤامره على الحب في اسطنبول وصار مؤامرات عليهم وايد بهالمسلسل، خلينا نسمع اخر مؤامره صارت. طبعا هذه مواقف وايد يعني. إيه؟ حب في اسطنبول وانا احب ترى اسطنبول واحب الذره هناك، لا هذا واحب الاجواء والكستنه. ايوه الكستنه والمحار هذا والمحار معاه عيش داخل مجبوس، شلون حاطين المجبوس داخل نسافر اسطنبول، خلينا نقول نروح اسطنبول. فأحب اسطنبول في مواقف وايد مرت علينا، يعني خصة معاي الفنانة انتصار شراح نوجه لها تحية طبعا. وكل يوم أنا متزوج وكل يوم أنا جايب يا فلبينية يا ماليزية يا اندونيسية يا مشنو. فالمهم متزوج واحدة تلعب كاراتيه وأنا ما أدري تلعب يعني بالدور حابين ان هذه يبينها ايه هذه من برا شرق اسيا يعني تلعب كاراتيه فتلعب كاراتيه ايه. فالمهم المشهد انها تطقني ايه انا كلها اطق هذا الرجل المعنف من زوجته. إيه؟ اليوم راح نتكلم عن الموضوع ان شاء الله. والله ايه ان شاء الله في ريال تتعرض الى الطق بالكويت عندنا. سمعت يقولون والله انا انطقق بالمسلسل انا كلها اطق ايه متى هذه المزرعه يعني. ايه فالمهم وهذه طلعت صج تلعب اي تلعب كاراتيه طلعت صدق تلعب كاراتيه. فقال لها ما صدقت على الله اي وانا ثقيل مو صغير وهي ضعيفه كان تسحبني من الغرفه للصاله. اي والله وتسحبني سحب وانا اقول ايش في هذه تسحبني وتوقفني. المهم طبعا انت لازم ترد اعتبارك ريال عاد يوم يا ولدي حتى لو امثل كذي بس ولدي فادي منها يوم يا ولدي كان اقول له هدني عليه وقابلني اهدني عليه وخايف منها. يعني هذا راح نشوفه وين شوف ترى هذا راح يصير راح نشوفه بالحب اسطنبول. بالحب اسطنبول ايش كثر زاد وزنك بوجودك اسطنبول؟ ايش كثر زاد وزنك؟ هذا وزني هذا هو وزنك لان الاكل هناك لا يقاوم. اي اكلهم حلو كل شيء تاكل حلو الاجواء يمكن حتى تساعد. ابو فهد الاجواء القديمه مثل سوق المباركيه إيه؟ تحبها؟ اي طبعا تحب تقعد هناك. اي وين تروح بسوق المباركيه؟ والله انا يعني صوب سوق الحلوه صوب إيه؟ يعني مديم تروح هناك دائما يعني. اي في الحين مجمع اسمه مجمع التراث هذا كله كويتيين الحمد لله يعني كل المجمع كله. صارت مشكله يمكن قبل فتره على موضوع الاضراب و زيادة الأسعار باكر اتوقع باكر في إضراب سمعت أنا ما كنت موجود بالكويت لكن الحمد لله يعني حلوها وتمت الأسعار على ما هي يعني. بس أنا سمعت إن باكر هم في إضراب باكر عقبه يومين مسويين إضراب على ارتفاع الأجارات. إيه الأجارات بالنهاية إحنا الضحية يعني صحيح. إحنا كناس مستهلكين إحنا الضحية يعني شيء إذا كان بدينار إذا رفعت عليه الأجار بيسوي ثلاث دنانير. لكن في كلمة توي قلتها أن اللي موجودين هناك كلهم كويتيين. يمكن في حال أن ارتفعت الأسعار ممكن أن ما تشوف هذا الناس اللي أنت متعود عليهم وتشوفهم كل يوم. طبعاً. يعني التراث الكويتي ممكن أن ينمسح من هذا المكان بالذات إذا ناس يد تدفعت أكثر انت من. أنت بعشر دنانير تسوقين في تأكلين كباب وتعشين وتلبسين يعني تشترين أغراضك بعشر دنانير رخيص. وهذا. الحين لا إذا زادت الأسعار ثلاث أضعاف فبي. زاد الأجار الطبيعي ثلاثة أضعاف فهو من الطبيعي بيزيد السعر على المستهلك يعني إحنا كمستهلكين لأن يعني فعلا بغيت سوق المباركية امتاز بأجواء التراثية التراثية وأسعار الرمزية اللي أي واحد يقدر يروح يتسوق حتى ترى السياح دائما يجون يتسوقون يشترون يعني وايد خريجين وايد يعني من البحرين والإمارات وقطر يعني والسعودية حتى مسلسلات يعني وايد يعني الكويت دير عائلية يعني تي بالعائلة وتستانس فيها يعني عرفت. والمباركية هذا مكان سبحان الله شرح بطيبة أهل الكويت اللي صحيح. بنوها يعني شرح غير عن المجمعات الكبيرة هذه بالضبط. عرفت إيه والحين الأجواء حلوة يعني والجو حلو فالناس الناس متعودة يعني المجمعات موجودة بكل ديرة لكن هذا الشيء مو موجود التراث الشعبي هذا مو موجود صحيح. إيه والله وفايد مستمرين معك بس عندنا تقرير بنشوفه ونرجع لك تالي يلا. أبو فهد سولف لنا عن علاقتك بالمسرح الكويتي. مسرح الكويتي بيت الأول أي.
وبيتي اللي فيه زوجتي وعيالي هذا بيت الثاني. الله دائما ياخذك الحنين للمسرح الكويتي. طبعا يعني المسرح انا يعني تاسست ربيت فيه وتاسست يعني من خلاله. وطبعا في 2002 مسكت اداره نزلت انتخابات ومسكت ادارته يعني خلال 15 سنه. حلو. والحمد لله يعني كنت دائما يعني احط جيل يعني الشباب استقطبت مجموعه من الشباب على اساس ان 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 نحقق انجازات من خلال المسرح هذا. والحمد لله الف الحمد لله ان الشباب ما خيبوا ظني وحققت انجازات كثيره. وافضل يعني اكثر مسرح في الكويت حقق افضل عرض مسرحي. وبعدين يعني العام الحمد لله في 2015 حصلنا على افضل عرض على مستوى الوطن العربي صدى الصمت. وهالسنة حصلنا على أفضل جائزة أفضل عرض في الشباب عبد الله التركماني. وعندي الحين أفضل مخرج شاب خذ جائزة أفضل مخرج شاب مع الهيئة الشباب والرياضة اللي هو الفنان علي الحسين. يعني ما شاء الله واضح الدعم للشباب وأن إعطاء الفرص لهذه الشباب. لكن لو يا واحد من هذول الشباب بعد يعني فترة وقال لك أنا مثلا ممكن أكون إدارة الفرقة، هل ممكن تتنازل عن مركز إدارة الفرقة لأحد هذه الشباب؟ أنا دائما كل بين سنتين ثلاثة أدخل معي شاب الإدارة. كل ما سنتين ثلاثة أدخل معي واحد أدخل يعني الإدارة أحط فيها مثل الأستاذ عبد الله غلوم. طبعا هذا ما نستغني عن خبرته صحيح. وتاريخه بالمسرح يعني. وبنفس الوقت إحنا نعطي فرص حق الشباب اللي يبي يدش بس تزكية. وهذا شيء جيد أكيد على أساس تبدون نبلش يتأسس عدل نبني نعلمه على أساس يتأسس عدل للمستقبل. أيوة حق المستقبل يدش سنتين ويصير إداري. طبعا هم فنان النهاية شغله مسرح ويبي الخشبة ويبي كذا. إداري يعني ينحرم من وايد أشياء. صحيح. إيه فنان القدير حبيب. أحمد سلمان أبو فهيد يعطيك العافية وقواك الله وشكرا عبيب. على وجودك معنا اليوم وتلبيت يعني تلبيتك الدعوة في استوديو عسيف. كان ودنا يستمر لقائنا معك أكثر ونسألك أكثر ولكن الوقت تداركنا للأسف. إحنا أسفين لضيق الوقت لكن أتوقع المشاهدين استمتعوا معنا بهذا اللقاء القصير لكن المفيد واللي خذينا منه معلومات وايد. حياك الله نورتنا باستديوهات عسيف. شكرا لكم وتصبحون على خير. شكرا. إذا مشاهدينا معنا الآن شيماء بتتكلم عن الدراجات النارية ودائما فقرة شيماء قنبر عن المواهب الكويتية. خلينا نشوف الفقرة هذه ونرجع لكم تالي.